السنة اللي فاتت ظهرت معلومات بتقول إن مقتنيات الفنان نور الشريف بتتباع عند بتوع روبابيكيا وعلى الرصيف، وده مع إن زوجته الفنانة بوسي نفت الكلام ده طبعاً وقالت إن العيلة محتفظة بمقتنياته لكنها أهدت مكتبة اسكندرية جزء منها. وبدورها ردت المكتبة وقالت إن المقتنيات موجودة واللي عايز يشوفها يتفضل، لكن الناقد الفني عصام زكريا خرج واتهم عيلة الفنان نور الشريف بالإهمال الشديد وقال اشترى من المقتنيات دي من على الرصيف بنفسه. أهلا بيكم في مجلة الحياة. في 2006 استقبل نور الشريف في بيته مأذون المشاهير أحمد الدويك وقال له على الباب خد بالك أنا مش عايز أطلق. ولما دخل المأذون للبيت قابل بوسي وقال لها إنه ما جابش معاه الدفتر وبدل ما يطلقهم قعد يصلح بينهم. لكن تاني يوم كلمته الفنانة نورة أخت بوسي وقالت له الصلح فشل، وبالفعل تم الطلاق. واتصدم الوسط الفني واتصدم الجمهور لأن نور الشريف وبوسي عنوان لأجمل قصة حب كانت بتتحكي، لكنهم في 2015 رجعوا لبعض ونفس المأذون هو اللي رجعهم، لكن للأسف ما كانش في العمر بقية ومات نور بعدها بثمان شهور. طبعاً معظم الجماهير العربية سألت عن سبب طلاق نور وبوسي ودايماً ما كانش فيه إجابات مقنعة. يمكن وقتها اتقالت إشاعات كتير زي جواز نور الشريف في السر من الفنانة التونسية ساندي أو إن بوسي اكتشفت العلاقة دي فطلبت الطلاق. ولأن بوسي ونور الاتنين سكتوا وما قالوش أي حاجة عن سبب الطلاق فده خلى بعض الناس تصدق الإشاعات. وجواز نور الشريف من ساندي مش هو الإشاعة الوحيدة في حياته، لأن بعد وفاته ظهرت إشاعة تانية وهي زواجه العرفي من درة، وده اللي نفته درة. لكن الإشاعة الأصعب في حياة نور الشريف كانت في 2009 وهي اتهامه في قضية شبكة للشذوذ الجنسي، والكلام ده جه في جريدة اسمها البلاغ. وقال الصحفي المسؤول عن الخبر إنه جاب الكلام ده من محضر التحقيقات اللي حصل مع أفراد الشبكة واللي اتهموا شخصيات فنية بأنهم كانوا معاهم، لكن في النهاية طبعاً تم التكذيب في الجريدة وحبس الصحفي اللي كتب الخبر سنة وتغريمه. نور الشريف اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، اتولد في 28 إبريل سنة 44 في حي الخليفة بالقاهرة، وعاش يتيم بعد وفاة والده وهو يدوب عمره سنة، وتكفل عمه إسماعيل بتربيته. وعمه ده كان بيشبه شخصية عبد الغفور البرعي كده، واللي قدمها نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. ولما توفى والد نور كانت والدته عمرها 22 سنة، ولما قررت تتجوز قرر العم إنه هو اللي يتكفل بولاد أخوه وبتربيتهم في بيته بعيد عن أمهم لأنه ما ينفعش يتربوا مع جوز أم. والقرار ده كان السبب في حرمان نور من والدته ومعاملتها بقسوة لفترة كبيرة من عمره، لكن الأم قررت إنها تخطفه من قدام المدرسة علشان تشوفه. وهنا حضر جوز الأم مجموعة من أصحابه وراحوا قدام المدرسة وخطفوه، لكن صريخه لم عليهم الناس وخدوهم سلموهم للقسم. وعاش نور وأخته عواطف محرومين من الأب ومن الأم، لكن كان العم بيعوضهم وعمرهم ما حسوا معاه إنهم يتامى. ونور الشريف وهو صغير كان بينادوه باسم نور مش محمد، علشان كده لما اشتغل في السينما اختارت له أخته عواطف اسمه الفني واللي هو نور الشريف على اسم فنانها المفضل عمر الشريف. واللي ما يعرفوش كتير من الناس إن نور في الأساس كان لعيب كورة وكان ضمن فريق أشبال نادي الزمالك، ولولا إنه فضل الفن على الرياضة كان زمانه دلوقتي من أبطال الكورة المشهورين زي الخطيب وحسن شحاتة، ويمكن كان بيدرب منتخب مصر دلوقتي. وبعد ما خلص نور الشريف الثانوية العامة دخل كلية التجارة، لكنه حاول يسيبها ويدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، فأعمامه رفضوا لكن هو ما استسلمش وأقنعهم إنه هيدخل قسم الديكور مش التمثيل فوافقوا. وبعدها عرفوا إنه كذب عليهم وإنه دخل تمثيل فمنعوه من المصروف لحد ما يرجع عن اللي عمله. والحقيقة طبعاً إنه مرجعش وعاند قصاد أسرته واللي تمسكت هي كمان، وكان الحل عند صديق اسمه محمود الجوهري اللي قرر يقسم معاه مصروفه ومشيوا على الوضع ده لفترة. لكن نور حس إنه أصبح عبء تقيل على صاحبه فاضطر يشتغل كومبارس في المسرح علشان يوفر مصاريفه، وفضل على الحال ده لحد ما تخرج من المعهد سنة 67 بتقدير امتياز وكان الأول على الدفعة، وكان ابتدى يشق طريقه في الفن. قدم نور الشريف مسيرة طويلة ومميزة خلال مشواره الفني، واتقال عنه إنه من أعظم الممثلين العرب اللي وقفوا قدام الكاميرا وإنه من الفنانين اللي ما وقعش في فخ الجمهور عايز كده. وبدايته كانت في أواخر الستينات وقدم للسينما في حدود 180 فيلم منهم
جري الوحوش ولا تبكي يا حبيب العمر وقصر الشوق والشيطان يعز وكتيبة الإعدام وآخر الرجال المحترمين وعنبر الموت وعمارة يعقوبيان وغيرهم كتير. وبنفس النجاح اللي حققه في السينما واصل النجاح في التلفزيون وقدم مجموعة من أهم المسلسلات زي لن أعيش في جلباب أبي وعمر ابن عبد العزيز وهارون الرشيد والفاتح صلاح الدين والدالي وعرف البحر وغيرهم وغيرهم. اشتغل نور الشريف في المسرح وقدم لعبة السلطان ويغول عنك حمرة والقدس يوم آخر. وغير التمثيل فنور الشريف ليه تجارب في الإخراج المسرحي والسينمائي كمان وتجارب في تقديم البرامج التلفزيونية زي برنامج وزنك ذهب وبرنامج مع نور الشريف، وتكرم بعدد كبير من الجوائز وشهادات تقدير منهم جائزة أحسن ممثل عن أكتر من فيلم وجائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيو دلهي بالهند، وعنده 7 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري. ونور الشريف طبعاً اتجوز سنة 72 من صفيناز مصطفى أدري أو بوسي، وعندهم بنتين سارة ومي، واتطلقوا في 2006 لكنهم رجعوا لبعض زي ما قلت لكم من شوية في 2015. وفي نفس السنة اتوفى فيها نور في 11 أغسطس نتيجة سرطان الرئة عن عمر 69 سنة. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش تقولوا لنا ايه أكتر دور عجبكم وبتحبوه للفنان الكبير نور الشريف، واستنونا في فيديو جديد من مجلة الحياة.